كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعكم عمرو الليسي وكلمة ونص. وبمناسبة قرار الحكومة بإلغاء قرار وزير التعليم بفرض 10 درجات للسلوك والحضور لطلاب الثانوية العامة، القرار ده اللي انتوا فاكرين عمل ردود أفعال غاضبة والتلاميذ ظهروا وبعدين جمدوه، القرار ده وإلغاءه بيثير قضية مهمة جدا تتعلق بالتعليم، وإزاي قضية التعليم والمناهج ومقررات الثانوية العامة مش بس قرار السلوك والدرجات. قبل كده لو انتوا فاكرين لغوا الابتدائي وبعدين رجعوها، وبعدين حطوا درجات الثانوية العامة 2 سنين، وبعدين خلوها 3، وبعدين قال لك لا نرجع تاني الإعدادية، لا نلغيها الإعدادية، وبعدين خلوا درجات الثانوية العامة 2 سنين. كل قرار من دول بيأثر في مستقبل الطالب، وكل واحد من دول بيخلي ولادنا عبارة عن فئران تجارب الحكومة عمالة تجرب فيهم من 1980 لغاية النهاردة، ومع ذلك مفيش قرار بيتم اتخاذه بناء على دراسة، كلها قرارات فوقية، يعني من فوق لتحت مش من تحت لفوق، يعني قرارات من غير استطلاع رأي أو معرفة تأثير ده على الطلبة. القرارات دي كلها والمتضاربة ممكن تكون سبب من أسباب ارتباك العمليات التعليمية في مصر. مفروض يكون فيه نقاش ودراسة وبحث قبل اتخاذ القرار أو إلغائه، عشان ما يكونش الأمر مجرد قرار شكلي ويتأكد المسؤول أن القرار ده ليه فايدة هتعود على التلميذ وعلى التعليم، مش مجرد قرار والسلام، عشان ما تفضلش التطبيقات في الشكل مش في المضمون، وميبقاش التلامذة زي ما قلنا فئران تجارب. ده الموضوع اللي بالفعل محتاجين نناقشه بهدوء ومن كل الزوايا، عشان يكون القرارات بتاعتنا قرارات مفيدة للتلميذ والمعلم والمدرسة. كمان قضية إصدار قرارات وإلغائها بيخلي صورة الحكومة وحشة، مهزوزة، مرتبكة، وإذا كان الموضوع بيتعلق بالتعليم والتربية يبقى لازم الأمر يخضع للدراسة والتعمق والبحث، مش مجرد قرارات يتم إلغائها بعد اكتشاف انها غلط. كان معاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. وبكره كلمة ونص، كتبها اكرم القصاص، اخرجها تامر حسني.